يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل وجود بعض الدم على الثوب له تأثير في الطهارة مع العلم أنه جاء من رعاف أو جرح بسيط؟ نعم، دم الإنسان نجس، دم إنما يكون الطاهر، الدم الطاهر هو دم لحم الحيوان المأكول. إذا شريت لحم وفيه بقايا دم، الدم هذا تبع اللحم طاهر، يوكل معه لا بأس. أما الدم الذي يخرج من الإنسان أو يخرج من الحيوان وهو حي أو غير ذلك، هذا نجس، تغسله. نعم. أنت الله تعالى.